بإقليم طاطا. ومعنا الآن مباشرة على استوديو أصدار حسين الرمادي مدير مهرجان أصدار وحام. مرحبا بك. مرحبا بكم عندنا في طاطا. مرحبا بالطاقم التقني والطاقم الصحفي ديال جريدة أصوات. مرحبا سيدي. بالنسبة للسؤال الأول، ما هي مساهمة الدورة في تنمية إقليم طاطا؟ هذا سؤال عريض وسؤال كبير بزاف. يعني هذه الدورة اللي هي الدورة الرابعة ديال مهرجان أصداء الواحة، اللي كانت كنطمحوا منها مجموعة من التطلعات خصوصا في الميدان التنموي الإقليم. حنا كما كتعرفوا أصداء الواحة أو تغلغال تنزناكد بالأمازيغية، كنطمحوا منها التنمية الثقافية للإقليم، تشجيع السياحة الثقافية للإقليم. أصداء الواحة في هذه الدورة جاب مجموعة من المستجدات اللي ما كانوش في الدورات الثلاث السابقة، من بينها هذه السهرات اللي كاين فيها واحد التناغم بين الثقافة الحسانية والثقافة الأمازيغية. وحنا كاملين كنعرفوا بأن إقليم طاطا غني بواحد الثقافة تراثية أمازيغية اللي كتمثل في أحواج. اللي كنقول أحواج هي علامة ديال طاطا، اللي كنقولوا طنطنط ولا الشعر الموزون الامازيغي كنقولوا طاطا. وفي نفس الاطار ان القبائل الحسانيه الموجوده في طاطا عندها حتى هي واحد الثقافه جميله جدا اللي كتمثل في القدره والهرمه، في الركبه الزقيديه اللي عندنا، ماشي غير ديال الوردزات ولا ديال زاكوره، حتى حنا راه عندنا الركبه ديالنا ديال طاطا. وكاينه كذلك القناوه ديال تيزونين، حيت ملي كتسمعوا بالقناوه كتقولوا الصويره، ولكن راه طاطا حتى هي راه فيها واحد اللون جميل ديال القناوه. التنميه الثقافيه والتنميه السياحيه وكذلك باش نسوقوا هذا اللون الثقافي اللي حنا بغينا نحيدوا ليه ذاك الاسم ديال الفولكلور، اللي هي ثقافه طاطاويه علامه تجاريه ديال طاطا. في هذا الاطار الى شفتوا البرمجه ديال المهرجان، راه ما فيش غير السهرات الفنيه، فيه وكذلك واحد المعرض كبير لتتميم المنتوجات المجاليه الواحاتيه. طاطا عباره عن واحه كبيره وتحتوي على ثاني اكبر واحه على الصعيد الوطني، هي واحه اقا. اذا هذه الواحات علاش ما نستغلوش هذه المنتوجات المجاليه ديالها ونتمنوها ونساعدوها في التسويق؟ ولهذا تنظم بمساهمه وبالتنسيق مع الشركاء خصوصا المندوبيه الاقليميه للفلاحه ومخطط المغرب الاخضر، عندنا واحد المعرض كبير جدا اللي تقريبا فيه اكثر من 120 عارض، 90% ديال هاد العارضين من الجمعيات والتعاونيات ديال الاقليم. اللي الحمد لله عندنا مجموعه من المنتوجات الواحاتيه، كالحنه، كالتمر، كالطلح او العلك، اللي القليل اللي كيعرفوا الفوائد ديالو. حنا بغينا نسوقوه، نعرفوه للجميع ونتمنوا هذا المنتوج. وبالنسبه كذلك البرمجه ديال هذا المهرجان، كاين كذلك الشق ثقافي تكويني ندواتي. في هذا الاطار عندنا واحد الندوه ثقافيه اللي غادي يساهم في التنشيط ديالها اساتذه ودكاتره واكاديميين جامعيين ابناء الاقليم. اذا كنقولوا ابناء الاقليم، حنا كنشجعوا المواهب ديال الاقليم، امثال الدكتور بشير ابا رزاق اللي هو استاذ جامعي بكليه الاداب جامعه بن زهر، وهو استاذ باحث في التراث. كذلك الاستاذ الباحث الاستاذ ابراهيم بلا ابن المنطقه والغني عن التعريف. كذلك الصديق حسين، هادو كاملين غيكونوا عندنا ان شاء الله على موعد مع واحد الندوه ثقافيه اللي غيعرفوا التراث المادي ولا مادي ديال الاقليم ديال طاطا يوم الجمعه ان شاء الله. وفي البرمجه كذلك ما غفلناش الشباب اللي حطيناهم هما الشعار ديال هذه الدوره. اذا كتشوفوا الشعار ديال الدوره هو شبابنا مستقبل واحتنا، ولهذا حتى حنا في البرمجه ما غفلناهمش. كاينه واحد الورشه تكوينيه حول ترسيخ روح المقاوله لدى الشباب. اذا كنا كنقولوا بان رطاطا مهمشه، رطاطا في المناطق النائيه، عندها شباب واعي، عندها شباب قاري، لكن لظروف الاقليم ما كاينش فرص شغل، ما كاينش فرص الوظيفه العموميه. ولهذا حنا كنطمحوا في هذا المهرجان باش نشجعوا هذا الشباب
هو اللي غيقلب على المستقبل ديالو، هو اللي غيخرق البوان المستقبل ديالو. كيف؟ عن طريق خلق مقاولات، عن طريق ترسيخ روح المقاولة. هذا الشيء في صبيحة يوم السبت إن شاء الله، وفي نفس الوقت يوم السبت إن شاء الله عندنا عشية يوم السبت واحد دورة تكوينية مرتبطة بنفس الدورة، هي حول تدبير المقاولات وكيفية التعامل مع الصفقات العمومية. عندنا شباب مقاولين لكن ماشي ما عندوش تجربة، لكن نقسم التجربة. وهذا إطار جبنا خبراء ماليين، خبراء في الصفقات العمومية، باش يوريهم كيف يمكن لهذه المقاولات اللي خلقوهما هما تخلق واحد التنافس مع المقاولات اللي خارج الإقليم، ولما لا يكون حتى هما عندهم واحد الصيت. أنا نشوف مقاولات ديال طاطا على الصعيد الوطني مقاولات كبيرة. نعم. إلى أي حد ترى هذا المهرجان يبني طموح ساكنة يعني طاطا؟ طموح اش غنقول لك؟ يعني ما يمكنش نبيعوا الرغبة ديال الجميع. كاين اصوات اللي كتنادي بالمقاطعه، وكاين اصوات اللي كيشجعونا، ولكن حنا ملي كنخرجوا للسوق ولا كنخرجوا للشارع التطاوي نلاحظ ان الجميع او الاغلبيه الساحقه ديال الساكنه التطاويه تشجع هذا المهرجان. وخير دليل على ذلك يشت الكم الهائل ديال الجمهور اللي عندنا اليوم في الصغرى، وكذلك الكم الهائل ديال الزائرين ديال المعرض. غتعرفوا بان طاطا او مهرجان ازرق الواحه ولا تغلغلت الزناق غادي كل سنه وكيتطور، غادي كل سنه وكيخلق الطموحات ديال الناس ديال طاطا. غنخدم معاك بواحد لافيش تكنيك صغيره، مهرجان ازرق الواحه في ظرف اسبوع كيخلق واحد الديناميه طاطويه، واحد الديناميه في طاطا. كيف؟ كنخدم معنا الشركات المحليه ديال طاطا، عندنا مجموعه من المناصب الشغل غير المباشره اللي كنخلقها حوالي 120 او 130 منصب شغل غير قار في هذا الاسبوع. هاد الشباب اللي كاين في الاقليم كنخلقوا واحد الديناميه ثقافيه، واحد الديناميه كذلك رياضيه. رباطات قبيلة على واحد السباق دولي، الدورة الثانية ديال هذا السباق الدولي غدير إن شاء الله في طاطا في إطار الأنشطة الرياضية الموازية للمهرجان. ماذا سيضيف المهرجان لساكنة طاطا؟ ماذا سيضيف؟ أعتقد أن هذا سؤال كبير، أجوبت يعني بطريقة غير مباشرة، تجاوبت في السؤال الأول. كاين المتعة، كاين اطلاع على الثقافة الأخرى، كاين تعريف طاطا، كاين تسويق المنتوج الثقافي وكذلك الواحتي الطاطاوي. ساكنة طاطا تفتخر باسم الواحة. نعم. ما يمكنك قوله عن إقليم طاطا؟ إقليم طاطا، الإقليم المحبوب. أنا ابن الإقليم وبالضبط ابن فم الحسن، جماعة حضارية تنتمي إلى إقليم طاطا. الهم ديالي كإدارة ديال المهرجان والهم ديال الجميع أعضاء الجمعية هو التعريف بهذا الإقليم، هو تشجيع الناس ديال الإقليم. حنا بغينا نشوفوا هذا الإقليم غادي لقدام، حنا ما بغيناش نسمعوا ديما طاطا النائية، طاطا المهمشة، لا بالعكس. بغينا طاطا تولي كباقي المدن المغربيه. ما هي اجندتكم المستقبليه؟ الاجنده المستقبليه كون كنتي حاضره معنا العام الفايت غتشوفي بان راه هذا المهرجان غادي كيتطور، الشركاء غادي حتى هما كيتطوروا معنا، والانشطه غادي كيتطوروا. الاجنده المستقبليه نطوروا هذا المهرجان باش يكون مهرجان دولي. ثانيا الجمعيه الاقليميه تنميه المحافظه على التراث هي الجمعيه المنظمه للمهرجان، لا تشتغل فقط في ميدان الفن او الثقافه او المهرجان وتنظيم مهرجان اصدار الواحد، عندها مجموعه من الانشطه الموازيه في طول السنه. من انشط الجمعيات اللي معقول على الصعيد الاقليمي هي صعيد الجمعيه الاقليميه. غير هذا العام ضمن تقريبا اكثر من 20 قافله طبيه على الصعيد الاقليمي، التنسيق مع المندوبيه الاقليميه ديال الصحه. وسطعنا في اطار برنامج رعايه اللي كترعاه وزاره الصحه بمشاركه مع المبادره الوطنيه البشريه، نوصلوا الخدمات الطبيه للمناطق. هذا الاسم النائيه يستفزني ولكن غنقولها، المناطق البعيده عن المراكز الحضاريه او عن المراكز الصحيه الاقليم. كذلك الجمعيه الاقليميه اشتغلت في ميدان اعلام التوجيه، واستطعت انها
مجموعة من القوافل توجيه بالثقة وشراكة مع المنتدى الوطني للتوجيه وكذلك مع أساتذة جامعيين من جامعة ابن زهر والمدارس العليا تابعة لجامعة ابن زهر وخدمنا تقريبا على طول العام واستطعنا أننا نغطيو جميع التراب وجميع المؤسسات التعليمية الثانوية ديال الإقليم. وجهنا التلاميذ ديالنا المقبلين على البكالوريا والتلاميذ كذلك اللي حاصلين على البكالوريا وحلينا لهم الآفاق المستقبلية للدراسة ما بعد البكالوريا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.